أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نحو 200 شخص يتظاهرون أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بعد وفاة الفلسطينية جواهر أبو رحمة بسبب استنشاقها الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة ضد جدار الفصل في قرية بلعين في الضفة الغربية. الرئيس عباس يقول إن أيلول سبتمبر المقبل يعتبر محطة مهمة لدى الفلسطينيين لأنه سيشهد ثلاثة استحقاقات. الأول هو أن الرئيس أوباما أعلن أنه في أيلول سبتمبر ستكون فلسطين عضوا كامل العضوية في مجلس الأمن، والثاني هو أن الولايات المتحدة واللجنة الرباعية الدولية أعلنوا أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ستبدأ في أيلول سبتمبر وتنتهي في أيلول سبتمبر. أما الاستحقاق الثالث هو أن خطة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية التي تنفذها السلطة خلال عامين ستنتهي في أيلول سبتمبر. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز عسكري شرق مدينة نابلس وإصابة فلسطينيين اثنين بجروح خلال قصف إسرائيلي لقطاع غزة. الرئيس المصري حسني مبارك يعد بقطع يد الإرهاب وسط إدانات عربية ودولية للاعتداء الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية وراح ضحيته 21 قتيلا وأوقع عشرات الجرحى، وبابا الفاتيكان يدعو قادة العالم للدفاع عن المسيحيين من الانتهاكات وعدم التسامح الديني. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد يقول خلال حفل لانطلاقة الحركة أن لدى القيادة الفلسطينية خيارات عدة للتعامل مع الوضع الراهن في حال فشل محادثات السلام مع إسرائيل. إصابة شخصين في انفجار استهدف منزل نجلي رئيس حكومة لبنان السابق عمر كرامي في مدينة طرابلس شمال لبنان. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.